فحننتقل معكم قبل الختام لمسابقة رمضان يلي بتحمل عنوان قصة وسؤال يلي بترافقنا كل سبت، والتصويت عبر الفيسبوك بموقع الإخبارية السورية بالتعليق الأول والصحيح هو حيفوز معنا بجائزة سحور لست أشخاص مقدمة من مقهى المكتب. تفاصيل المسابقة رح نتعرف عليها أكثر مع هالة السعدي. سعد صباحك هالة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير أريج، صباح الخير ليا، صباح الخير مشاهدينا، وطبعا رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى بلدنا الحبيب سوريا. أهلا وسهلا من جديد هلا هلا. يمكن هديك السبت طرحتي سؤال وتمت الاجابه عنه بشكل صحيح وسريع، مين كان اسرع متسابق جاوب؟ يمكن كان سؤالنا يمكن صعب، مع انه انا بقول مع التطور التكنولوجي ومع المعلوماتيه اللي احنا عم نقدر نحصل عليها. اجتنا اسئله كثير، زهير بن ابي سلمى، بشار بن برد، اسماء شعراء كثير، بس نحن اسم شاعرنا كان الشاعر المخضرم النابغه الجعدي صاحب قصيدته الرائيه الشهيره يعني. ف يعني اجتنا كثير، نحن اصلا وعونا على اسماء شعراء كثير المشتركين كذا، بس فاز معنا شخص اسمه محمد امير الفندي. نعم، هو كان اساس يكون موجود معنا، بس ما بعرف شو اللي صار حتى نسلمه جائزته من مقهى المكتب. اكيد نبارك له. فطور لست اشخاص من مقهى المكتب. نعم. واليوم هلا شو محضرت لنا سؤال بالمسابقه؟ حنشوف مسابقه الرمضانيه مشاهدينا، حنعيش دقايق مع شخصية وضعت بصمة في تاريخنا العربي والإنساني، رح نذكر تفاصيل حياة هاي الشخصية، ونترك لكم مهمة معرفة اسمه ومعلوماتنا عن شخصية هذا الأسبوع بعد الفاصل. شخصيتنا لليوم هو الإمام العلامة الحافظ حجة الأدب لسان العرب، ولد في البصرة سنة 123 للهجرة، نشأ في أسرة متعلمة في البصرة اللي هي موئل العربية ومحفل علمائها في عصره. تتلمذ شاعرنا أو عالمنا على يد كبراء علماء عصره حتى صار علما من أعلام البصرة. عرف برغبته الشديدة في تحصيل العلم وعمق ثقافته وغزارة علمه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته. أحب اللغة العربية حبا جما، حظي بشهرة واسعة وكان الخلفاء يحبون مجالسته ومنادمته. استقدمه الرشيد أي هارون الرشيد إلى بغداد لما بلغه من علمه وفضله واتساع درايته باللغة وروايته لأنساب العرب وأيامها، واتخذه أي هارون الرشيد سميره ومؤدب نجله الأمين. عالمنا كان يتحرى اللفظ الصحيح ويتلمس أسرار اللغة ودقائقها ولا يجيز إلا أفصح اللغات. قال عنه الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارته. ترك لنا عالمنا أعالمنا تراثا جما من التصانيف الجياد عدتها تزيد على 55 مؤلفا، منا الأبواب والاشتقاق وأوصول الكلام وتاريخ الملوك وجزيرة العرب. عالمنا توفي في البصرة سنة 216 للهجرة، وأكثرت الشعراء رثاءه كما قيل. اشتهر كتبه أشهر كتبه ذلك الذي جمع فيه 92 قصيدة بتضم 1339 بيت من الشعر ل 71 شاعر. انتهج عالمنا في وضع كتابه نهج صاحب المفضليات، فسرد فيها القصائد سردا لا يراعي لا ترتيبا زمنيا ولا موضوعا ولا قافية. وهلا مشاهدينا، بعد ما اطلعنا نحن وياكم على جزء من سيرة عالمنا العربي الفذ، بدنا نتشارك نحن وياكم، ندعوكم للمشاركة في المسابقة، والمطلوب اسم هذا العالم كاملا، وارسال اجابتكم الى عنواننا على الاخباريه السوريه الفيسبوك، واول تعليق بيجينا منكم رح يكون فائز معنا بدعوه لسته اشخاص الى مقهى المكتب. وشكرا لكم. شكرا لك يا هلا، وان شاء الله الاجابه الصحيحه تكون وصلت مباشره، يمكن عبر صفحتنا على الفيسبوك على صفحه الاخباريه السوريه. واكيد بالسبت الجاي رح نتعرف عن رابحين صاروا معنا بالمسابقه يلي عم تطرحي لنا اياها، وناطرينك السبت الجاي لحتى نتعرف على مسابقه جديده ونربح اكثر واكثر. شكرا كثير لك هلا. شكرا.